السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا مرة تانية في سوق العبور، ده عنبر 3، مش هنروح له، هنروح لعنبر 2. ادي اول عنبر 2، بصوا بتنجان. بقول لك البتنجان ده قطفه كام؟ البتنجان ده القطفه كام؟ اول قطفه ولا تاني قطفه؟ تالتة ورابعة. ما شاء الله. بكام؟ بكام؟ بكام البتنجان؟ اصور بس. من 2 ل 5. بصوا يا جماعة، من 2 جنيه ل 5 جنيه زي الورد، ما شاء الله. انا اصور لك 7 جنيه. لا بتهزر؟ 7 بقى والله. اسمك ايه؟ محمد. محمد، هو انت صاحب زرعة؟ ايه؟ صاحب زرعة؟ لا، صاحب الزرع نايم لسه جايبه، دخل ينام. دخل ينام؟ ما شاء الله. زرع ملوش وصف. الله والله، جميل. جملة وبره بيبيعوه ب 15. 7 جنيه كمان. عشان بره التجار بيبيعوه ب 15 جملة بالكيلو. اسمه محمد اهو، في أول 3. أول 2 قصدي. أول 3. أول 2. أول 3 أهو. أول 2. 7 جنيه مالك. 3 أهو و2 أهو. 7. 7 جنيه يا جماعة. 7. 7 جنيه، 7 جنيه، 7 جنيه. فلفل، اسمه فلفل كوبي؟ اسمه توب، فلفل كوب. مجموع الفجر ده. ما شاء الله طازة. بصوا يا جماعة. خش يا كلوبة. كم كده تطلع شهر؟ خش يا كلوبة، ارفع يا خال. خد واحدة تانية ب 7 جنيه. 7 7. هي الكرتونة فيها كام؟ الكرتونة بتاعنا 40 جنيه. 40، 4 في 7 ب 28، يعني 280 جنيه. ما شاء الله. مفيش أقل؟ في أقل على حسب الجودة. لا مش السعر، العدد، الكمية. الله يبارك. الكمية أقل كرتونة 30 كيلو. أقل كرتونة 30 كيلو. يعني يا جماعه في اقل كرتون، يعني ما ينفعش حد ياخد منك 10 كيلو؟ لا، بالكرتونه. بالكرتونه. في ناس بتبيع 10 كيلو و15 كيلو بس بياخدوا نص جنيه. طب احنا عندك جوه. بصوا يا جماعه، يعني ممكن تشتروا 10 كيلو او 15 كيلو، بس انا هشتري فلفل النهارده معاك وهنشوف، بس بيبقى زياده شويه عن السعر التاني. ماشي يا استاذ. استاذ احمد، محمد. استاذ محمد، عشت الاسامي يا جماعه. هو مش طويل قوي، بس انا اللي عامله كده. معلم خميس. معلم خميس بتاع الخيار. يا اربع حاجه. ايوه معلم خميس. معلم خميس بتاع الخيار. استنى جايه لك. معلم خميس. يا معلم خميس، السلام عليكم. انت بتاع الخيار ولا اللي وراك؟ لا، معلم خميس. وانت؟ انا بتاع بطيخ. انت فين بطيخ؟ طب انا عايزه بطيخ اصلا. انت عاوزاه يا اخويا؟ روح خديه من المحل هنا. محل ايه؟ محل 451. 451 ده بقى ايه؟ بلدي صح؟ خير بلدي، بتاع بلطيم. طب تمام، زي الفل. اسمك الاول؟ لا، اسمي خميس. اسمك خميس؟ ماشي. بتيجي على طول هنا؟ على طول هنا، مكاننا ده. ده مكانك، يعني اللي يجي لك من كله رزق البنات يجي لك على هنا، اول عنبر 2. اول عنبر 2. تمام؟ ماشي. بكام بقى الجمال ده؟ 5 جنيه بس. يا جماعه، طب انا عايزه بس مش هاخد كتير. اقل حاجه اخد ايه؟ اقل حاجه كرتونه على بعضها. يا راجل، يا راجل، ده انا 5 جنيه، يعني الكرتونه بكام؟ مثلا الكرتونه تبقى لها 160 150. مش على الفلوس بس، يعني انا هاخد كل ده من بي ايه؟ هي تبقى لها 30 كيلو مثلا، 28 كيلو. مفيش اقل يا معلم خميس. والله ما فيها. طب اديني 10 كيلو. يا ريت والله. على فكره شم ريحه الفلفل، انا هموت بسبب الفلفل ده. يا جماعه بصوا، والله العظيم بصوا، الله اكبر. بصوا الجمال يا جماعه، والله جمال جمال، اقسم بالله انا بعشق الخيار. طب انت بقى جاي بتعمل ايه هنا بتاع البطيخ؟ تغزني؟ تساعد ابن عمك؟ بص يا جماعه، انا عايزه اصور لكم بطيخ برضو. عنبر ايه؟ عنبر 13. يا لهوي، ده بعيد قوي. حلوين قوي. بص يا جماعه، 5 جنيه، 5 جنيه، ال 10 ب 50 جنيه. شوفوا بقى كيلو الخيار بره بكام يا عسلات. يعني اشتركوا 2 3. انا والله لو حد معايا اجيب خيار، بس ده انا لو جبت دول وكتاب الله 3 ايام اخلصهم. ده انا مجنونه خيار.
ليل صبح خيار. هطبخ خيار. بزر بزر اجي لك يا عسل. بص الخيار ده مش بلدي. ده صوبة. ده صوبة بكام الصوبة؟ السوبر برضه بخمسة جنيه. خمسة جنيه بس لا البلدي يوكل. البلدي يوكل فعلا. أي حاجة البلدي يوكل. ما شاء الله. ما تديني يا عم 15 كيلو أنا راضي. تلاوي على جمال البصل الله أكبر الله أكبر. بص هو كام؟ سبعة بس. سبعة. لا. والله بسبعة. أقسم بالله. أقسم بالله بسبعة. ضد غلاء التجار. إيه؟ إحنا ضد غلاء التجار. سبعة جنيه؟ ما شاء الله. بس ده بقى اللي بيتخزن. ده اللي بيتخزن يا جماعة. سبعة جنيه. بس البصل أحلى أحلى. هاتش يا عم بصلتين كده عشان ما أوطيش قدام الناس أهي. حطهم يعني. بص البصلية. نلاقي كده على وشها. انا بقى بدي كل حاجه وافيه اهي. الشوال في كام يا معلم؟ 60. الشوال في 60 كيلو؟ مفيش اقل؟ نص شوال ما ينفعش؟ شوال على بعض. انا ممكن اخد شوال على بعضه بس ايه يعني حزين عادي ما تقلقش عليه. في ايه؟ حزين عادي. حاجة حاجة بس اتملى من البصل ده. انا هاخد منكم كلكم والله. انا جاي كده كده اشتري خزين البيت. انا عايزه بصل. عايزه اشتري بصل وعايزه اشتري خيار. بس هو مش معقول اشتري انا خيار ب 100 وي مش 5 في 3 كان قلت 50 كيلو 30 كيلو 30. ايه المشكله؟ والكرتونه دي تعمل لها كام يا معلم؟ الكرتونه دي تعمل لها كام؟ بقى دي اللي في الارض هتشوف لي كرتونه صغيره اقل حاجه 30. شوف لي كرتونه صغيره. بصراحه انا بحب الخيار البلدي ده. انا لو دخلت على عيالي بالخيار ده هيقتلوني. انت جايبه الطبيخ كله خيار؟ الله يصلح حالك. بس عشان ملوش عمر هنخلل بقى. بص البصل سبعة ده في خمسة وده في سبعة. طب فين الفلفل بقى؟ ازيك يا حاج ابو هدير؟ ايه؟ بيقول لي هاتي خيار. انا ايه واحدة كبيرة هديله؟ استأذن استأذن والله مش بستكبر استأذن. ربنا يبارك. عيب ان انا اخد حاجة بس استأذن صاحب الحاجة عشان ايه؟ ربنا يبارك. تبقى واكلها كده نازلة. شفت بقى مش قصدي استكبر. انت على دماغي والله. عندك فلفل بس؟ بص يا جماعة نروح مكان تاني بقى.